مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. كل بنت بتحب دايما تشوف نفسها حلوة، يعني كلنا أكيد مجمعين على النقطة دي مع بعض. بنحب دايما نهتم بشكلنا وبمظهرنا وبشرتنا وشعرنا، تقريبا دول أهم حاجتين كل البنات بتحب دايما تهتم بيهم. بندور دايما على كل طرق العناية بالبشرة وبالشعر بطريقة أكيد صحيحة وكمان تكون مضمونة، وده اللي قدرت توفره لنا منتجات شركة ماسي دورو جولد للبشرة والشعر. فإحنا النهاردة هنتكلم أكتر عن منتجات ماسي دورو جولد اللي قدرت تحقق نجاح كبير جدا وطفرة في عالم التجميل، واللي هتكلمنا عنهم بالتفصيل ضيفتي اللي منوراني النهارده رنا زينة، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر. رنا ازيك يا رنا ودايما منورانا. ميرسي يا حبيبتي. عايزين بقى يا رنا نتكلم يمكن في فقرة من أقرب الفقرات للبنات، وهي حب يعني جمال البشرة وحب جمال الشعر. خلينا الأول نبدأ بالأهم يعني لكل البنات طبعا، بشرتها أول حاجة. دايما أي حد بيبصلنا عليها وهو بيكلمنا وشنا البشرة، دايما بنحب نكون نظرين، بنحب دايما نكون حلوين كده منورين زي ما بيقولوا، ودايما بندور على نجمات السينما ونحب يعني نقول بصوا بشرتهم حلوة ازاي، نفسنا نكون زيهم. ازاي بقى نكون زيهم بماسي دورو جولد؟ مع كريم ماسي دورو جولد هتبقي زيهم واحلى بكتير. ده السر بقى النهارده، ده سر التركيبه. كريم ماسي دورو جولد كريم اكتر من رائع، كريم عمل ضجه في مصر والوطن العربي والعالم كله، لانه فعلا يستحق الضجه دي ويستحق الشهره اللي وصل لها، لانه مش كريم عادي ولا كريم تجميلي عادي، ده كريم تجميلي وقائي علاجي زي ما بقول كل مره. لانه تجميلي بيجمل طبعا ويخليكي زي القمر، ووقائي هيقيكي من علامات التقدم في السن، ودي مهمه جدا طبعا، وهتبني اصغر في الشكل 10 سنين لان ده شعار ماسي دورو جولد. 10 سنين 10 تخيلي سنين. يعني تخيلوا فرحه البنات اللي بتسمع 40 يبقى عندك 30 20 مش هيبقى عندك 10 طبعا، هنفضل في ال 20 يعني. أيوة نفضل محافظين على جمال ال 20 بالظبط كده. تمام. كريم ماسي دورو جولد كريم ايطالي لصنع، اتصنع في 6 سنين ابحاث وتصنيع، ودي مده مش بسيطه طبعا، يتصنع مش سنه ولا اتنين، دول ستة. عشان اقعد 6 سنين اطلع منتج، اكيد المنتج ده بعد 6 سنين ابحاث ودراسات يعني هو حاجه بيرفكت طبعا. وايطالي والدكاتره اللي عاملينه ايطاليين طبعا عارفين قد ايه الماتيريال بتاعه هيبقى هايل طبعا طبعا، وهيبقى قد ايه رائع على البشره. كريم ماسي دورو جولد كريم قدر يحقق معادله صعبه بانه كريم تجميلي وعلاجي، هيجملك وهيعالج بشرتك من كل المشاكل اللي فيها، من جميل. كلف ونمش وهالات واثار التقدم في السن، علامات التقدم في السن، وبقع وتصبغات من الشمس، كل مشاكل البشره تقريبا، كل حاجه بقى البنات ما سبناش يعني بتشتكي منها. انتوا تقريبا يعني خلصتوا على كل المشاكل، غير انه هيفتح البشره بقى طبعا، يعني دي حاجه برضو مهمه بنحب دايما نهتم بيها طبعًا. يعني واللي خلاه طبعا يتميز عن اي كريم ويحتل الصداره في كريمات عالم التجميل انه في 56 عنصر فيهم 23 عنصر فعال، ودي ما حصلتش في العالم غير في ماسي دورو جولد طبعا، ما سمعناهاش تقريبا قبل كده. اكيد اكيد طبعا. اتفضلي قولي لي بقى، عايزاكي تقولي لي اهم يعني التركيبات الموجوده في ال 56 عنصر اللي انت لسه يا رنا بتقولي لنا عليهم دلوقتي، اكيد فيهم حاجات خلته بالقيمه والقدر اللي احنا دلوقتي بنسمع يعني الفيدباك بتاعته ان هي حلوه جدا ورائعه وسريعه. يعني ايه بقى القيمه اللي بناخدها من ماسي دورو جولد علشان نطلع بالنتيجه الحلوه دي؟ طبعا كريم ماسي دورو جولد زي ما قلت لك انه في 56 عنصر، في 23 عنصر فعال طبعا، او اشهرهم اللي بيميز الكريم ويخليه مشهور انه الناس كتير بتقول انه كريم ذهب. هو فعلا اهم عنصر فيه هو الذهب، جزيئات الذهب الخام عيار 23، وطبعا دي ما حصلتش في اي كريم في العالم غير في ماسي دورو جولد. اكيد انت بتحطي ذهب على بشرتك يعني كفايه يا رنا بتقولي لنا اتسمى كريم الذهب، يعني كريم الذهب دي يعني تخيلوا احنا ذهب بنحطه كريم على بشرتنا، يعني مش عايزين حاجه اكتر من كده. ولو عرفتي بقى فوائد، ولو عرفتي يعني بقى فوائد الذهب، عاوزه اقول لك ان الذهب بينشط الدوره الدمويه في الوش جدا، ولما الدوره الدمويه تنشط في الوش تحسي بقى خدود حمراء والوش هيلثي وجلوي كده وفي لمعه ونضاره وجميل. طبعا الذهب بيعالج التجاعيد وبيحسن شكلها، الذهب بيفتح البشره وبيوحد لونها وبيعالج الكلف والنمش والهالات، بيعمل على انتاج ويحفز على انتاج الكولاجين اللي البشره بتفقده في سن صغير. الذهب حاجه روعه كده، عاوزه اقول لك لو الناس كلها عملت سيرش عن عنصر الذهب هتشوف قد ايه هو رائع للبشره.
طبعاً في عنصر ما يقلش أهمية عن الذهب هو الكافيار. الكافيار حلو قوي للبشرة، بيفتح البشرة جداً جداً جداً. طبعاً لما البشرة تفتح يعني وهي بتفتح بيبقى في بقع هنا حوالين البق بتبقى غامقة، ناس كتير جداً بيعانوا منها طبعاً، وبيداروها بقى بالميك اب وطبعاً الهالات اللي ناس كتير بتعاني منها، تصبغات، نمش، بقع، كل ده طبعا بفضل الذهب والكافيار لان هما فيهم مواد بتفتح البشره جدا. الكافيار غني بالفيتامينز والاوميجا 3، مرطب هايل علشان بيدخل في تركيبه 70% منه ميه. تمام. ده اللي بيخليه مرطب هايل للبشره. السيراميد عنصر الشباب من اهم خواصه انه بيشد البشره، فلما البشره تبقى مشدوده تبان اصغر في الشكل. طبعا الفيلر، الفيلر عنصر مهم جدا بالنسبه للناس اللي بتحقن فيلر وبوتوكس، مش بيحتاجوا طبعا يستخدموه بعد كده. تمام. لان بفضل الفيلر، مكون الفيلر اللي في ماسي دور جولد بيحسن شكل التجاعيد وبيملى الخطوط. عارفه ولما الخطوط والتجاعيد تتملي كده تحس ان وش رادد كده وجميل. احنا نكمل كلامنا بقى عن الخطوط بقى طلعت لك كده اللي طلعت بعد ما نشوف مع بعض التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا مع رنا زين. اتفضلي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. بقى يمكن احنا دلوقتي في التقرير شايفين حجم العبوه بتاعه ماسي، يمكن شكلها مثلا حد بيشوفنا دلوقتي يقول شكلها صغير مش هتقعد معايا كتير، دي بتخلص بسرعه، هحتاج ان انا اجيب كتير علشان اخد النتيجه بقى اللي بتتكلم عنها رنا. كلميني عن العبوه دي، ممكن تقعد معايا قد ايه لحد ما اشوف النتيجه اللي انا بتمناها؟ عبوه كريم ماسي دورو جولد 120 مللي بتكفي مده الكورس اللي هو 6 شهور. اوكي، يعني هي العبوه انا هجيبها من اول مره هتكمل معايا لحد بقى ما اشوف النتيجه بتاعتي. بالظبط كده. عاوزه اقول كمان ان كريم ماسي دورو جولد متصنع باحدث تقنيات التجميل، هو تقنيه النانو تكنولوجي، هي فرم العناصر 56 عنصر جزيئات بسيطه عشان تخترق البشره وتتوزع في العلبه كلها. عارفه هتلاقيه على العلبه على الازازه كلها عروق ذهب.
تمام. ويعني عشان كل ضغطه تنزل فيها 56 عنصر هتحطيهم يعني على احنا شايفين المكونات من بره، احنا كده واثقين بقى ان الكلام ده ان هو موجود كله في المنتج، يعني احنا شايفين كل طبعا. ده زي ما انت بتقولي جزيئات الذهب كده من بره، يعني كل ضغطه بتنزل فيها 56 عنصر. والله يعني يا رنا انت شوقتيني بصراحه اشوف ماسي واجربه بصراحه. ان شاء يعني الله لازم. طيب حاجه برده مهمه من اللي البنات دايما بتدور دلوقتي عليها، وهي التراخيص علشان امان المنتج اللي انا هستخدمه. كلميني عن تراخيص ماسي علشان بقى نطمن كل البنات والولاد كمان والرجاله اللي هيقرروا النهارده ان هم هيجربوا ماسي. تمام، انا عاوزه انصح كل الناس ما تستخدمش ولا تحط اي كريم على بشرتها غير لما يبقى مرخص، ده للامان، لان ممكن تستخدم اي كريم رخيص، اي كريم يسبب لها مشاكل تفضل تعالج فيها العمر كله. تمام، وانا كل مره هفضل اقول كده لان فعلا في ناس كتير بتاذي بشرتها. طبعا مشاكل يعني كبيره جدا جدا بسبب الحاجات اللي مش مرخصه النهارده يعني. طبعا وعادي ممكن نلاقي بيتعمل لها دعايه واعلانات حلوه، ولكن هي في الاخر منتج مش مرخص. اهم حاجه لازم نبص على التراخيص. كريم ماسي هيدروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي وحكومه دبي الامارات، يعني مفيش امان اكتر من كده. طبعا هتحطيه وانتي مغمضه. يعني معانا ثلاث اماكن مترخص منهم وتمام، وطبعا متجرب ومعمول عليه اذا كان بيعمل واذا كان طبعا ليه اضرار او لا. بل بالعكس احنا مش شفناش اي ضرر، احنا شفنا يعني كل خير من ماسي. حلو جدا. وبالنسبه يعني للسيدات الحوامل يقدروا يستخدموه بعد الشهر الثالث. تمام، امن جدا. حلو قوي يعني، هو بيعالج الكلف الستات كلف الحمل. طبعا حلو قوي، يعني في ستات كتير حوامل بيعانوا من الموضوع ده. فانا ان شاء الله بقول لهم ان كريم ماسي هيدروجولد هيقضي على الكلف تماما، بس يستخدموه بعد الشهر الثالث. نقطه مهمه جدا يا رنا طبعا قلت لنا عليها، لان ستات الحوامل بيعانوا دايما من طبعا كلف الحمل ونفسيتهم بقى، يعني بقى بتبقى بيعالج فيه كتير قوي بعد الولاده، يعني مستحملين بقى، عارفه يطلع لهم حاجه كمان خلاص. طب يمكن اخر حاجه نتكلم فيها على ماسي هيدروجولد على ناحيه البشره، وهي انواع البشره. يمكن احنا طبعا عارفين انواع البشره مختلفه، وكل بشره بيكون ليها نوع كريم معين. ماسي بقى هنا شغال معايا في كل انواع البشره ولا ليه بشرات معينه؟ طبعا كريم ماسي هيدروجولد اتصنع انه يناسب كل انواع والوان البشره، بيناسب البشره البيضاء والسمراء والخمريه. حلوة قوي على البشره السمراء والخمريه. كمان اتعمل علشان يناسب كل انواع البشره الدهنيه، الجافه والمختلطه. وفي ناس كتير اصحاب البشره الدهنيه بيخافوا، فانا بقول لهم لا، عشان هو معمول بخاصيه النانو تكنولوجي وان البيس بتاعه اكوا، فالبشره بتمتصه بسرعه، مش بيزيت يعني. مش بيزيت بقى ولا بنشوفه زي بطمن بقى الناس دي. حلو طبعا للبشره الجافه عشان في حاجات كتير مرطبات طبعا عاليه قوي هايله جدا. ما ننساش بقى يا رنا النهارده قبل ما نخلص فقرتنا الحلوه دي الشعر. طبعا الشعر يعني كلنا برضو بنحب نهتم بشعرنا زي ما بنحب نهتم ببشرتنا بالظبط. كلميني بقى عن منتج ماسي هير، انتوا بتعالجوا فيه تقريبا جميع مشاكل الشعر، هسيبك بقى تقولي لنا علشان يعني ما ننساش اي حاجه النهارده. طبعا زي ما عالجنا البشره بماسي هيدروجولد قررنا نعالج كل مشاكل الشعر مع ماسي هير. ماسي هير برده عمل يعني زي ما ماسي هيدروجولد عمل طفره كبيره في منتجات العنايه بالبشره، ماسي هير عمل طفره كبيره وحقق انتشار ونجاح هايل في منتجات العنايه بالشعر. لانه قدر يعالج كل مشاكل الشعر اللي ممكن تتخيل. اللي هي بقى قولي لي عليها. هقول لك حاجه، السكس اكشن بتوعه اللي هو الست فوائد بتوع ماسي هير، اول حاجه بيوقف التساقط، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس كلها بتعاني من تساقط شعرها. طبعا ستات ورجاله كمان. طبعا يعني. بسبب بقى التفكير، الارهاق، نقص فيتامينز معين. حاجات بتدمر الشعر طبعا كلنا عارفينها، البيبي ليس والسشوار كلنا مجربينها طبعا. بس فاول حاجه بيوقف تساقط الشعر، تاني حاجه بيملى الفراغات، تالت حاجه بيطول الشعر جدا وبيتقل الشعر وبيطول الشعر جدا، بيعالج التقصف، بيعالج التشابك. طبعا في ناس كتير بتعاني من مشكله التشابك دي. عارفه الشعر بتلاقي حد يمسك شعر من لا وبنقطعه يعني واحنا بيتقطع في المشط. طبعا هو بيعالج التشابك، بيأخر نمو الشعر الشايب، ودي مش موجوده غير في ماسي هير اللي الناس كتير وكمان في سن صغير بيعانوا منها. تمام، فهو بيأخر نمو الشعر الشايب. تمام، يعني احنا تقريبا ما سبناش مشكله النهارده ولا في الشعر، ما سبناش مشكله ملهاش حل، ولا كمان في البشره. البشره عايزه بقى اعرف منك يا رنا كل العروض اللي عاملاها لنا شركه ماسي النهارده على منتج ماسي هيدروجولد ومنتج كمان ماسي هير. تمام، منتج ماسي هير عليه خصم 50%، وده خصم رائع. 50% طبعا تقدري تشتري عبوتين بسعر عبوه يعني واحده، بدل ما اجيب واحده هجيب اتنين طبعا، وتعالجي مشاكل شعرك كلها. عارفه مده الكورس 6 شهور،
هتخلصي الست شهور هتلاقي شعرك بقى هيلثي بقى وشكله احلى بكتير وتقل وطول وتعالج من كل المشاكل. البشره بقى، البشره ماسي دروجولد عليه خصم 30%، وده خصم رائع. الكميات محدوده في الاثنين، في ماسي هير وماسي دروجولد. فانا بنصح بعد الخصومات دي لازم كل الناس تلحق يعني طبعاً. تشتري طبعاً. تمام. انا بشكرك يا رنا، خلصت فقرتنا معاكي، وبنشكر جدا شركه ماسي لان انتوا تقريبا كده مش سايبين مشكله ملهاش حل، يعني انتوا حليتوا لنا تقريبا كل مشاكل البشره والشعر، وهي تقريبا المشاكل الاهم عند البنات وكمان عند الرجاله. طبعا النهاردة. اكيد. شكرا يا رنا، نورتينا النهارده، وهستناكي ان شاء الله نكمل كلامنا فقرات قريب جدا ان شاء الله. حبيبتي. كان معانا النهارده منورنا رنا زينه، خبيره التجميل والعنايه بالبشره والشعر، وخلصت فقرتنا، واستنونا فقرات جديده من عيش صح.